هيدي نحن اللبنانية برا، بس كمان إذا لاحظتوا حمامات خضر بتشيلوا بتصل بالعرس ومنتشرين على كل البلاد العالم، وبعرف لاحظتوا إنهم مضويين شعرين. يعني أنا هيك بشوف اللبنانية برا صراحة. هلا هون الهوم بيج، يعني أول صفحة بيفتح الشخص لما يفوت، في يسجل اسمه، يسجل حاله كشخص لما يفوت لهون. لما يسجل حاله شغله ما بده يدفع مصاري ليسجل، بيفوت يسجل وبيعمل لوجن ساعتها. هون شغله صغيره بتحكي عن البولز، يعني اذا حدا بده يراينا بموضوع معين، اذا في سؤال حدا عم يتساءله من اي من الداخل بدهم يعرفوا شو بفكروا من التربيه بموضوع معين، فينا نحط السؤال هون. بس اكيد مثل ما انتم بتعرفوا العينه ما رح تكون مدروسه ومضبوطه، رح تكون بشكل انه كل شخص بيقول انا لبناني في يفوت عليا ويعطي رايه، حابب يعطي رايه. في اكيد هون اللي دعيت، بس اهم شيء انا بالشغله كلها هي مهمتنا. مهمتنا بتتقسم ثلاث اقسام، نجمع اللبنانيه بالخارج، نجمعهم نرجع بلبنان ونربطهم بلبنان، ونعيش اسم لبنان برا. اسم لبنان ما بده حدا يحكي، بس شوي صغيره للغير المثقفين لما الواحد يقول لهم اياه انه بيت عم لبنان، ما بيشوفوا الا بنايات بعد ما يواجهون اياها بالتلفزيون البوكس الصغيره. بدنا نورجيهم نحن عن لبنان وشو في عنا بلبنان. سو ثلاث اعصام لهالمشروع. رؤيتنا او الفيجن هي ثلاث اشهر اذا الله راد، هي كبزنس لازم بدنا نحددها بوقت معين. إذا الله راد بثلاث أشهر بالجهود الموجودين والجهود اللي بيقدروا يخبرونا نقدر نوصل هالمشروع بثلاث أشهر يحوي كثير عدد من الأشخاص اللي بيزوروا، لسببين. أول سبب ليكون داتا بيز لكل الأشخاص اللي بدهم يفوتوا يشوفوا. أنا بكبسة وحدة بعدين بعد إذا الله راد سنة في يفوت وشوف بالإلكشن ديستريكت المعين، يعني بالانتخابية شو بالدائرة الفوز المعينة قديش موجود اشخاص برا. يعني نحن لما نفوت نساين ناخذ وين خلع عن الشخص، من اي بيت نفوت هو موجود من لبنان، وين اصله من لبنان. سو فينا بكبسه زر وحده نعرف كم شخص موجود بواشنطن دي سي اللي مسجلين. هلا كل ما بنعرف انه السفرات حتى كمان الداتا بيس تبعيتها شوي ضعيفه لانه ما عم بيطلعون، يعني اذا ما رحت وسجلت بالسفاره ما بتصير. سو لولدنا ولولد ولدنا هيدا الويب سايت بيساهم اكثر، لانه فيهم يفوتوا عليه ويسجلوا، مش رح يعرفوا يفوتوا على السفرات. يعني اولاد واولادنا رح يكونوا شوي بعاد عن الديركت اللي جاي من لبنان، ديركت عم يتصل بالسفر. هيدا هو الاول صفحه موجود فيها. بخصوصنا نحن في عندنا بلوج هون، اي حدا بحب يعطي رايه انا بحب احط له اياه هون، بيعمل له سبسكريبشن لالي انا بتشغله اياه عن اي موضوع كان. في ناس بتعلق اعلان ما عندنا مشكله. هيدي عندنا نحن اللبنانيه، مين اللبناني في الخارج؟ لبناني في الخارج هي كوميونيتي رح نجرب نساعد بعضنا، لانه صراحه انا خبركم الغربه صعبه قد ما في، انه صعبه ما رح تصدقوني، بس صعبه كثير بكل نوع. نحن اللبنانيه الشعب الوحيد، الشعب الوحيد بحط ايدي بشارط عليه اللي عندنا نزاع داخلي بنحب، ونحن نسعنا بيتاقلم ونحب نتاقلم بالبلد اللي عايشين فيه، بس عندنا حب رهيب للبنان غير شعوب ما عندنا، غير شعوب ما بتفوت بلد. قديش صاركم نازلين على لبنان على بلدكم؟ شي سنين. قديش صاركم نازلين على لبنان؟ كنت هون الجمعه الماضيه. نحن بنحب نروح نضلنا نزور ونروح ونجي، وبنحب نضلنا معلقين بلبنان. انا اللي خايفه على شغله وحيده انه اولاد اولادنا متى ما نحن صارين كيف بدنا نضلنا نخليهم متصلين بلبنان، بدنا نتبع معهم تكنولوجيا هن شو بحبوا ونفوتهم هن على هالاساس يضلوا بهالاتصال الدائم. هلا بخصوص لبنان اباوت لبنان، في عنا فوتوز فيهم الناس يحطوهم، في عنا فيديوز فيهم الناس يحطوهم ابلود، بس اكيد كل شيء يوافق عليه من الاداره. Did you know هون في حد معلومات اللي بدي اياها، فينا نخبر الانسان كيف يسجل ابنه بلبنان، كيف يسجل ولاده ابنه بلبنان، فينا نخبر الناس كيف فيهم يجيبوا تيكت احلى تيكت على لبنان، كيف فيهم يتصرفوا ليجيبوا احلى
احلى باكج باحلى اوتيل حيلا شيء فينا نحطه هون كمان. النيوز انا جمعت كل الاونلاين الويب سايت اونلاين كل النيوز بيبرز كل الصحف كل التي في ستيشن تلفزيون راديو كلهم اللي طالعين اونلاين اللي موجودين اونلاين انا مجمعتهم بهذه الشقه وبعدها عم نعبي فيه. صدقوني في كثير في كثير احنا ما بنعرف فيهم في كثير انا حطيت مصدرهم بتريبولي في وحده مثلا بعطيكم اكزامبل بتفوتوا هون على النيوز بطرابلس عم يعملوا شيء اونلاين احنا ما بنعرف فيه حتى اذا قاعدين بزحمه مثلا بس هو موجود عندنا لحد هلا 11 صفحه معبيه بس هو في بعد كثير لنعمله. ايفنت شغله كثير حلوه لحتى يفوت الواحد يعمل ابلود ايفنت بده يكون لبناني يعني مش حال لحدا بفوت وبيحط ما صاير بده يحكي عنه بده يكون لبناني بده يكون مسجل لما يفوت ابلود ايفنت بفوت بيقول له وين الايفنمون شو بدك تحكي معقول تكون نجوى كرم جايه على واشنطن دي سي بدها تغني صاير تراست سيستم في كثير حلو الواحد يعرف عن هالشيء انا ما بدي اقول الا عم بعطي اكزامبل لهيك من زحله انا بفكر كل العالم بزحلي عنده زحله لا بس بزحلي كل العالم زحلي بس لا بالفعل يعني كثير طول مهمه تفوت على الايفنت وتقدر تعمل ابلود لايفنت صاير ممكن يكون لما رئيس الوزاره بده يزور يزور لنقول مش دي سي كاليفورنيا فينا نحن كلنا نعرف يمكن نكون هون كيف لانه حلو تكون الجاري حد رؤسائنا وزعمائنا لما يكون هون صح دكتور صح معالي الوزير مظبوط على الخبريه اي هلا بعدين طيب بس كثير حلو انه نحن بننبسط فيهم يعني لما شفنا صراحه على وجهه يعني هذا صار في الدنيا بيقولوا احلى حدث معالي الوزير على اكيد كان موجود هونيك عده مرات يعني بقى انا هيدا كثير مهم هالتور هلا فايند ان ايفنت في انا لنقول رايحه على البرازيل وحابب اشوف وين جاي شو عندي بالبرازيل في فوت فايند ان ايفنت في فوت على حط البرازيل تعطيني كل شيء محطوط بالبرازيل شو معقول يكونوا عاملين ايفنتات لبنانيه كبزنس دايركتور هيدا كثير مهم وما رح اقول لكم اهميته قد ايه بشكل انه كل لبناني دونتيست نحن معتبر اشطر يعني انا ما بعرف عندي شوية يعني تفضل اللبنانيين على غيرهم، بس بالفعل عندنا هودي انا مدخلتهم كله فردا فردا كل الكاتيجوريز بكلهم منهم في لبنانيين نابغين، يعني انا بفضل روح عند دونتيست لبناني بدل ما دونتيست يكون غير لبناني وما تضل ميرتي ملتهبة لسنين، لانه الدونتيست اللبناني بيعرف حاله شو عم يعمل، انا بحب فوت لهون يشوف بهالبلد شو في مهندسين عنده شركة هندسة، أنا مهندسة وراحة على أمريكا، بحب يشتغل بالهندسة بدي أروح أعمل كثير مهم، كثير مهم البزنس دايركتوري يعني هيدا بيغطي كل مختار بالضبط، ليكو ما بدي أخبركم قد إيه صعبة يروح واحد لبناني بعده دارس على مثلا واشنطن دي سي بيضيع، صراحة بتقول لي سألني ليش عملت هيك؟ إيه أول ما نزلت بالطيارة قابلت هيدا الشخص هذا الشخص قال لي على هيك هيدا بيكون بيعطيه مجالات اكبر وكنت انا عم بحكي انا وجو دكتور كثير قبل ما نازلين دكتور جورج كثير نحن نازلين على الطريق انه في دكتور نحن بنعرفه انا برايي نابغه نابغه وبرايي الكل حضرته نابغه بيروح على امريكا انا برايي المفروض فيه هو يكون مسؤول عن يعني مسؤول عن فرع سياسه الشرق الاوسط بجورج تاون بشكل كثير طبيعي بس اكيد ما صار له وصول لهون كيف كان هو بينزل بألاباما او بينزل بغير مطرح يعني هالشيء بيعطيه افق احلى لحتى نقدر نساعد بعضنا لانه يعني بالاخير لما نساعد بعضنا ساعتها بنصير انسان افضل والواحد اللي بيعطي شيء مش مهم اللي بتعطي من حالك اهم يعني هاي بيكون كثير مهمه لنا الادفرتايزمنت كثير حيوي للواحد يفوت يعمل دعايه عنا بتشرح له وين بده يحط كثير شكله كثير فريندلي يعني بتكون بشكل كثير فريندلي نحن انا بدي احط دعايه هون مثلا هون هذه الدعايه بتفوت هون انا فيي اعمل دعايه بهالمطرح سو كثير هون مشروحين وين الدعايات فايند ا بيرسون انا ادور على انسان لبناني ما فيي بكون انا جبتي
جنسية بتكون على سجل كلبناني بتفوت تدور على أسامي الكلب. في شغلة كتير حلوة، إذا واحد فات على دكانة ليشتري شقفة خبز، شو بيسأله بالكرجي؟ أنت شو اسمك؟ تاني شغلة ابني خاصة بزحي، أنت بتحكي عن شو اسمه بيك بالضبط. أنا الأب فاميلي كتير مهمة لما يزيدوا عيلته كتير حلوة. ليش؟ لأنه إذا بدي روح دور على اسم توني معلوف مثلا، كم تصير بقى توني معلوف؟ كتير. فإذا أنا عم دور على توني معلوف ذاته بدي أعرف وين موجود. فلما أكون أنا لوحدي تطلع العيال كلها، لما أكون أنا لبنان تطلع عيال 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 مع أولادهم لقدام وبينهم وستهم لورا لحتى نقدر نعرف مين عيلته. راح البابا على لعندي على أمريكا، هيك بابا بدي ندور على أبو خالي. خالك قال لي يا ماما اشتغلني ما بعرف عنه. هيدا ابنا لك يا الله، قعدنا ندور ونعمل ريسيرش وندور لك شو ابن خال. هي التغذية بحكي لنا شوف مين ابن خال، وبشوف كمان هي مفروض ابن خاله اسمه كذا كذا، لأنه بنعرف أمه كان اسمها هيك وبيه كان اسمه هيك. هيدا أول ما الناس كانت تطلع. هلا بدنا إن شاء الله إن شاء الله نظبط لها الشغلة شوي صعبة على جنريشنز الثانية اللي جايين حتى نشوفه نقدر شوي من الجماعة. بس كثير حلو إنه الواحد يزيد عليه. اخيرا وليس اخرا هزو، يعني انا ما بعرف كانوا مفكره حالي لبنانيه يعني نازله من السما، بس يمكن كمان اولادي بفكروا بالطريقه. يعني هذا شيء لبنان، هيدا مش شيء مكتسبين، ما هيك هيدا شيء خلاني فيه. نحن اللبنانيه مفكرين حالنا الله خلقنا وكسب الهدف، وانا بوافق الراي لكل انسان بفكر بالطريقه. هون نحن عندنا لسه لكل انسان ببرات لبنان نجح وعمل شيء كبير. انا في كثير بقبل اي سجستيون تقولوا لي هيدا شخص عاش برا وعمل هيك، ما تصدقوا قديش في نوابغ وقديش في انسان قالوا لي يرجعوا كلهم لهون. قلت لهم كيف يمشي اقتصاد العالم من دوننا نحن اللبنانيه برا عم يمشي شيء؟ يعني نحن ماشيين براي القصه كمان. سو هول الاشخاص هن المهمين برات لبنان. بالذات من توني شلهوب الشخص نابغة بالتمثيل لجبران خليل جبران اللي نحن بنغنى عنه تعريفه، وكارلوس سليم اللي زار لبنان قريبا. بس انا بدي اقول شغله، اهم شيء رفعنا اسمنا نحن اللبنانيه برا. لما كان كارلوس سليم برا بالفعل بيفتخر الواحد يقول لما طلع كان وارن بافيت اغنى واحد بالعالم. هي كيكت هم اوت من فورست بليس صار كارلوس سليم اغنى واحد. اللبنانيه بيعملوا شيء من ماشي، ما حدا بيقدم لنا شيء على طبق فضه خاصة برا. ان شاء الله نقدم لهم شيء على طبق كريستال، مش عم نقول فضه بهالطريقه، بس بالفعل بتوصل بتكون ما حدا عم بيقدم لك شيء على طريقه ابدا. قبلهم انا حبيت اذكر هون شغله كثير حلوه. انا ذكرت كلمه من جبران خليل جبران بيحكي ما بعرف انا شوي مش بالادب مش كثير شاطره، ما بعرف كيف هو الدكتور. ايه هيدي سوري بس انا طبعا فلسفي اكثر من طبعا فلسفي مش قديم. بس هيدا لما حكي عن لبناني ولبنانك، ما بعرف كانه هي العربيه بترجم للانجليزي بس انا بعرفها بالانجليزي، عم يحكي يو هاف يور لبنان اند اي هاف ماين، عندك لبنانك وانا عندي لبنانك. بلبنان ولا جبران مين؟ وانا يعني سوري قديش انا قدام جبران يعني نملي وفيه. بس انا خطرت الفكره على بالي